استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بمناسبة زيارته الحالية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. تم خلال اللقاء استعراض توجهات الاتحاد الأسيوي لكرة القدم والهدف لتعزيز مسيرة التنمية في الكرة الأسيوية والارتقاء بمختلف مكونات المنظومة الكروية في الاتحادات الوطنية الأعضاء. رحب سمو الشيخ منصور بن زايد بمعالي رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم ومشيدا بجهوده في خدمة كرة القدم الأسيوية، ومثمنا دور الاتحاد القاري في النهوض بمسيرة اللعبة في شتى المجالات. من جانبه أعرب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، منوها بالمكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة على ساحة كرة القدم الأسيوية، ومؤكدا تقدير الاتحاد الأسيوي لإسهامات دولة الإمارات في إنجاح البطولات القارية وآخرها استضافة نهائيات كأس آسيا 2019 بنجاح مشهود.